الشعب المغربي بيشتغل بيشتغل الساعة 7 الصبح الشعب كله في الشارع، الساعة 8 بالليل تستشعري ان انت في صحراء مفيش فيها حد في الشارع الا الاماكن المحددة وفقا للقانون. 2، لا يوجد عسكري مرور واحد واقف عند الإشارة، الإشارات جميعها إلكترونية أوتوماتيك، شبكة من الطرق. لم أكن أتخيل إن الشعب المغربي يعمل شبكة الطرق دي في 8 سنين. بكل صدق كاين فراغ على مستوى العام، على مستوى السياسي. الانتخابات المقبله مازال كتوقع بانه يكون في المرتبه الاولى. انا قناعتي وايماني بان البديل الذي يمكن ان انه يغطي مكان حزب عداله بطريقه ايجابيه اكثر لا اراه موجودا بكل صدق. للاسف هذا مؤسف. لا تنظن انا المغرب ديالي ماشي هو المغرب ديالك. لا لا اسمح لي، المغرب ديالي زوين، المغرب ديالكم اللي مفرنس، ديالكم مفرنس. شنو هي مفرنس؟ مفرنس يعني شاد البزوله ديال فرنسا. اسمح لي، كتفكري فرنساوي، كتكتبي فرنساوي، كتهضري فرنساوي، وباغا تصلحي. هما الافكار ديالي هما اللي مهمين. التغريب راه على المستوى. الله يخليك، الله يجازيك بخير الشيخ. على المستوى، مستوى مستوى النقاش. انا خلينا الله يجازيك بخير مع سمية. فلا المستوى ديالها هي تهضر بوحدها. لا غير نطلعوا المستوى فاش تهضر بوحدك. لا اسمح لي، هذا شنو تتقول؟ في شكايه واضحه للوزراء، مستوى السبعه ديال الوزراء، مع مرة كتبت شي تحريض على شي علماني ولا لشي واحد اللي بغى يتزوج تحت رعايه الالهيه كوش. يعني الباب مفتوح. وثم هؤلاء اللادينيون معروف عنهم جهلهم باللغه العربيه، فهم لا يعرفون لا سياق الكلام ولا العباره التي تحتمل وتحتمل، فهم يتحاملون على الخطاب الديني. ما كرهوش فين ما كان شي فقيه يشد فمه ويخليو اصحاب تشا 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 والشلو هما اللي غادي. فهذا كنقول على ان الحمد لله ما دمنا في هذه البلاد، هذه الدستور كيحمي هذا الدين، وعندنا امير المؤمنين. كنظن ان هاد العلمانيين يضربون على حديد بارد. شغلي انا متي الامه، انا معارضه. غير قول لي علاش غادي نتاخد الوزاره ديال العداله والتنميه وديال الحركه الشعبيه وخلي ديال التجمع غير زعما كتركز على تما كيركزش كتجي تعليمات في حبس البلاد التجمع ما تنسوهمش. واش هاد الدور ديال الفقيه؟ ماشي انت اللي تورينا الدور الفقيه. انا مواطنة انا لا خليك تدخل في الدور ديال الفقيه. شي ماشي وصية علينا. انا مبرد الله يخليك، كان المجلس العلمي على المبرد الله يخليك، وعندنا الاوقاف الشؤون الاسلاميه. احنا دابا انتم هما الاطراف ديال الحوار. الله يخليك، تلزم الحدود ديالها، عندنا مؤسسات. الله يخليك، الحدود ديالك غادي نلزمهم. مؤسسات نلزم الحدود ديالك غادي نلزمهم. لا شنو هو الدور ديال العلماء؟ الله يخليك، الدور ديال انا عندكم تاثير. شنو هو الدور ديال الحقيقه؟ ملي كتكون العلاقات الجنسيه متعدده كثيره بزاف كتطلع الاحتمال الاصابه بالامراض المتنقله جنسيا اللي هي لو فيروس ديال لاش بي في اللي كيعطي سرطان ذو عنق الرحم. هو واحد الربعه ديال المواد في التعليم انا اعتقد بان فيهم تدار المعركه الكبرى، اجتماعيات تاريخ والجغرافيا، هنا تكمن احدى المعارك الكبرى في التعليم. التاريخ، كيف استطاع الغرب ان يجعل من فهم التاريخ شرط للوعي بالعالم؟ احنا ماده التاريخ ماده العذاب عند التلاميذ. كيشدوا البوست ديالك وكيقولوا راك انت سارقاه وتيبلغوا عليه باش الفيسبوك يحيدوا لك، ولا حيدوا عدد كبير من البوست كيحيدوا لك لاباج. منين انا بداو كيحيدوهم ليا صيفطت الفيسبوك قلت له واش انا سارقه تصويرتي؟ هذا راه وجهي وسيلفي وصورها بيدي، كيفاش انا غنسرق صورتي لمن؟ الفيسبوك ما فهمش ورد ليا كاع التصاور ديالي، داكشي علاش انا كنشر مع كل مقال صورتي باش ما تحيدات لياش لاباج، اضافه الى انها فيريفيي ومرتبطه باسمي شخصيا واشياء اخرى، فما قدروش انا يحيدوا ليا الصفحه باش ينتقموا. دابا بغاو يزيدوا ينتقموا، بغاو يدوزوا قانون تيحبس كاع الناس اللي كاع المقاطعه واللي بغاو يعاودوا هادشي. كاين ناس عيات فعلا، يمكن كان اللي يقول انه يعني فرض
هاد التدابير ديال الاجر ديال الحجر الصحي بهاد الشده كما في الدول الغربيه يعني ما دخلاش للثقافه ديالنا المغربيه والانسان المغربي ما يتقبلهاش يعني كانسان مغاربي افريقي عايش في جنوب بحر المتوسط الشميشه ولا خو ما يقدرش يتقبل هذاك الشيء ممكن كان يقول بانه السلطات العموميه حتى هي رخفت شويه اللعب والله يحسن لهم راه السلطات العموميه كون تجي تطبق يعني اجراءات الحجر الصحي والتعاقب والتجر راه مصيبه راه خاصها تدي بالالاف والالاف يوميا تقدمهم للوكيل راه مدينه طنجة وهي المدينه التي تقع على مضيق جبل طارق تحولت الى كبريات المدن تنافس اوروبا في 8 سنين مدينه الرباط العاصمه هناك رباط جديد بعاصمة جديدة بشبكة طرق وكباري ونقل عام لم أشاهدها عندما كنت موجود سنة 2008 في الدار البيضاء اللي هي كازابلانكا أصبحت المدينة العملاقة ثلاثة مراكش اللي ما زرتهاش وسنعود إن شاء الله في شهر مارس القادم وهيبقى في مراكش معانا ان شاء الله في الزيارة والجغرافيا اشد بأسا وتنكيلا بينما الجغرافيا هي بناء العقول الاستراتيجية ملي كتقرا الجغرافيا كتعرف الممرات العالمية ملي كتقرا الجغرافيا كتشكل لك واحد الصورة على الاقتصاد ملي كتقرا الجغرافيا كتشكل لك صورة على الشعوب ملي كتقرا الجغرافيا كتشكل لك مواقع القارات هاد جوج المفاتيح هنا عندنا سير تشوف العلاقة ما بيناتهم صافي بقات عندنا هي الجغرافية راه حنا ولينا كنقراو الرياضيات في بلاصة الجغرافية حنا التاريخ والجغرافية كنعتبر أحد المعارك التي خسرناها وخصنا نستردوها باش تحمي شكون؟ باش تحمي الشغيلة ديال العاملة من الباترون أصحاب الشركات من أخ نوش جا أخ نوش قال لي ما عرفتو شنو انا امين عند الحزب وعندي البرلمانيين ديالي في المؤسسه التشريعيه اللي هي البرلمان وانا وزير في المؤسسه التنفيذيه واش باش ندافع عليكم من منك وديروا لي رئيس حكومه باش ندافع على المواطنين من منك غدافع علينا منك ولا غدافع على مصالحك واتضح انه تدافع على مصالحه 40 سنه وانا اقول الكلمه التي اعتقد انها الحق أصبح بالحق وعارض وواجه التطبيع والمطبعين أصبحوا المفسدين والظالمين ودافعوا عن اللغة العربية والقرآن ودافعوا عن الهوية وعن الوطن صدقوني وأنا كناظر كنتوقع واحد النهار واحد الضربة تجيني توقعت اسمعوا لي فضيحة أخلاقية توقعت اسمعوا لي فضيحة مالية توقعتي في بركوليا شي حاجه بحال داكشي اللي داروا رشيد غلام واللي على بالكم ما لقاو عندي شركات ما لقاو عندي فيرمات ما لقاو عندي انحرافات عمري في حياتي ما شفت في حياتي بغيت نقارو فيا الكونسير ديال لوتيروس السرطان ديال الرحم تيجي ملي تيكون تعدد لان المراه ملي اول تتكون عندها اول ممارسه جنسيه الوالده ديالها تعطي واحد لو كود وهذاك لو كود تيبقى مسجل واذا مشات مع شي راجل واحد اخر هنا فين تيجيها هذاك السرطان لا هذا المساله ديال الله يخليك الله يخليك لا لا انت قبيله انا مشيت للمصدر مشيت للاطباء سقسيتهم الاطباء تيقول لك النساء كلهم تيزيدوا تيخلقوا بواحد الفيروس هذاك الفيروس في 1% ديال النساء 1% ديال النساء تيكون عندهم استعداد اذا كانت عندهم ممارسه مع مختلف الرجال انا دابا واحد الحاجه وحده تعلم الشحا وصافي لنا واحد الكوب وسالينا المشكل انت عينك وجعك لا يا حركة انا عاملها لا 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 انا ما احبش الحركات One.